أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام؟ فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان. فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي مقصورات في الخيام فبأي آلاء
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.